فتلاقي مثلا يقول لك ايه وور ان امريكا، يعني حرب على امريكا، مش عارف تيروريزم، اس سبريدنج باين او حاجه مش عارف ايه، يعني منشتات رهيبه جدا. فانا طبعا اول ما حدث ده، انا اول ما بروح امريكا اساسا كان ده يجي سادس مره تقريبا، بتابع الجرايد الامريكيه يعني، بحب اشتريها كلها، هي كلها بربع دولار يعني، فبتشتري الجرايد دي كلها بدولار ما عدا الاسبوعي يعني كمعلومات يعني. فانا بتابعهم بطبيعه الحال. فاحنا كنا موجودين من اول سبتمبر، وكان ضمن وفد من اساتذه الجامعات، كان معايا الدكتوره هاله سعودي، وكان معايا الدكتور منير من اسيوط، هاله سعودي من القاهره استاذه علاقات دوليه، وكان معنا الدكتور منير من اسيوط، وانا من قناه السويس، وفي حد تاني زميل في الاقتصاد، وحد من الزقازيق. فكنا حوالي خمس اساتذه وبصحبه وفد امريكي، بعضهم من اصل عربي. وبدانا الرحله، خلصنا الجوله الاولى في واشنطن، يعني واشنطن دي سي العاصمه، والولايات اللي حواليها يعني ماريلاند وفيرجينيا وحاجات زي كده. وبعدين رحنا انتقلنا يوم 10 سبتمبر، رحنا ولايه المسيسيبي في الجنوب عشان نشوف ال، كان يوم 10 اللي هو قبل يوم، قبل يوم يعني انتقلنا من واشنطن العاصمه ورحنا هناك. كان في ضمن برنامجنا ان احنا هنزور البرج التجاره في العوده، يعني عندما ان احنا بنركب من نيويورك اصلا يعني، فما نركب بقى من نيويورك فهيزورونا البرج ضمن الجدول مع نهايه الشهر في يوم 21 سبتمبر. يعني البرنامج ده موجود عندي في الفايل يعني. وبعدين يعني اللي حصل بقى حصل، منعنا من اولا زياره، انا زرته قبل كده، زرته في 96 يعني، زرت المبنيين دول قبل وشفتهم عن قرب، لانه فيهم مبنى الصندوق البنك الدولي، وكنت حابب حد من المصريين اللي شغالين هناك مستشارين كانوا عازميني ان انا ازور المبنى وكده يعني. فالمهم فعارف المكان يعني، عندي مخيله للمكان نفسه. فوجئت بزميل ليا كنا لسه فطرانين وهنلبس ورايحين نزور جامعه عزمانة اسمها كورن يونيفرستي، اللي هي جامعه القمح اسمها كده، الذره، القمح والذره والحاجات دي وويت وبتاع. فروحنا هناك احنا لسه بنلبس يعني، فطرنا وطالعين الاوض بنلبس، لقيت كان في صديق معانا اسمه الدكتور عمر من اسيوط برضو، لقيته استاذ اقتصاد، لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي الحق ده المبنى اللي احنا اصلا هنروحه ده بيتضرب، في حريقه. كان الاول الصوره اللي صدرت لها لنا CNN وكده، قال لي افتح CNN وبتاع، فتحنا CNN لقيت الايه؟ الصوره بتاعت الصوره اللي هي الحريقه اللي طالعه من نص البرج كده او حاجه. بس فمفيش لحظات لقينا الطياره لفت، قلت له يا سلام شفت بيجيبوا الطيارات عشان تطفي الحرايق في الاماكن العاليه، هيطفوها ازاي؟ فقال لي شوف الطيارات، شوف التقدم، عمالين نهزر. لقينا الطياره دي لفت لفه واختفت، يعني لفت لفه واختفت. وبعدين ايه، لقينا حطام بقى الايه المبنى، بس لسه ما كانش وقع يعني. فين بعد ساعه بقى بدا الحديد ينصهر ومش عارف ايه، وسمعنا واحنا رايحين في طريقنا للجامعه، تحولت امريكا الى يعني حاله من الشلل التام في كل مرافقها، يعني ممكن تقول مثلا عوده الى حياه البدائيه، لا في اتصالات ولا تليفونات ولا تواصل، وكهرباء مقطوعه، والطرق سايبه، ما فيش امن، ما فيش شرطه ولا بوليس ولا ما فيش حاجه خالص. يعني احنا ماشيين على الطريق ما فيش صريخ ابن يومين، كله خاف وكل الدنيا اترعبت في امريكا. يعني حاله من الذعر الشديد جدا. وبعدين فوكس نيوز دي قناة شرسة جدا يعني، متشددة، فكانت مسخنة الجو جدا، كله عمال عايزة تسحب الزباين بتوعها من حواليها، فقناة خطيرة يعني، في حتى في تقديمها لصياغتها الأخبار والمادة وتقديمها والتشويق، أشياء كثيرة. والقنوات التانية CNN عملت نفسها، كان CNN لسه بقى في بداياتها يعني، إن بدأت مع الحرب العراقية في 1990، وبعدين استمرت يعني. فده اللي حصل، وشفنا الحدث على الطبيعه بقى. واحنا في الطريق لقينا بقى الايه، قال لك ذا بيلدينج از ديستروينج، المبنى نفسه وقع وانهار، بدا ينهار، فالدنيا
طبعا. وبقول لك كميه الاتربه لما وقع المبنى عملت ضبابيه في المكان، بقى المبنى اختفى، ومن كتر الاتربه دي الناس مش شايفه حاجه بقى، فكله بقى عمال يحاول ينقذ نفسه. فده المشهد الحقيقه طبعا. وانا استغليت الفرصه لاني تابعت كل الجرايد الامريكيه، وبقيت اعمل نوتس كده، وفكرت اكتب مقال. فلاحظت انه اولا اليهود مش موجودين خالص في المبنى في اليوم ده بالتحديد، ولا واحد. وده الجرايد الامريكيه اللي قالت، مش انا يعني، انا هتقصى يعني يهود ولا مش يهود. ده في كمان ابن واحد صديقي كان شغال في البنك، الدكتور عبد المنعم مشاط، استاذ علوم سياسيه، استاذنا يعني، واخوه واخته وزيره، دكتوره رانيا مشاط حاليا يعني، دي كانت لسه بتاخد الدكتوراه من هناك وقتها، واخوها كان بيشتغل في المبنى، فما راحش في اليوم ده بالصدفه، فربنا نجده يعني لانه كان رايح. فهو اللي كشف مين اللي راح ومين اللي ما راحش. فاليهود كان عندهم فكره بالموضوع ده. الكلام بقى هيجيب بعضه في التحليل. بقى كتبته في المقال يعني، انا كتبت المقال بعنوان دور اليهود في صنع احداث 11 سبتمبر.